أنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح حديقة المحرق الكبرى، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن افتتاح مشروع حديقة المحرق الكبرى يأتي ضمن منظومة متكاملة من الحدائق والمتنزهات والأماكن الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي جاءت في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وضمن حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على التوسع في المشروعات التي تكفل زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز البنية السياحية في المملكة، معبرا سموه عن سعادته بما تحقق والذي يأتي تعزيزا للتنمية الحضرية المستدامة وتطوير البنى التحتية للمتنزهات والأماكن الترفيهية، مستذكرا سموه بكل التقدير دور المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه الذي أعطى هذا المشروع كل الرعاية والدعم. وأشار سموه إلى أن المواطن هو غاية الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تتبناها مملكة البحرين كونه مرتكزا للتنمية المستدامة، وأن الجانب التنموي يأخذ أبعادا جديدة على الصعيد السياحي ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة الجهات المعنية ولا سيما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومحافظة المحرق وبلدية المحرق والمجلس البلدي لمحافظة المحرق، وما اتسم به العمل في هذا المشروع من تعاون وتنسيق مشترك في تأهيل الحديقة وتطويرها ليتم إنجاز المشروع بصورة حضارية وتوفير البنية التحتية اللازمة والخدمات العصرية والمرافق الترفيهية المتنوعة وبما يتوافق مع ما تشهده مملكة البحرين من نهضة تنموية وعمرانية، مباركا سموه لأهالي المحرق إنجاز هذا المشروع بما يتناسب مع تطلعاتهم. من جهته رفع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعاية سموه حفل افتتاح مشروع حديقة المحرق الكبرى، معربا عن شكره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاحه المشروع. وأشار الوزير خلف إلى أن مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى التي تعتبر أكبر حديقة في مملكة البحرين بمساحة تبلغ نحو 91 ألف متر مربع يشكل إضافة مهمة على صعيد المرافق والخدمات على مستوى المملكة عموما من خلال موقعها الحيوي لوقوعها بالقرب من مطار البحرين الدولي. وأوضح الوزير خلف أن إنشاء حديقة المحرق الكبرى يأتي ضمن أهداف شؤون البلديات في إيجاد مساحات خضراء مهيئة بمستويات عالية من وسائل الترفيه ومختلف الخدمات اللازمة لراحة المواطنين.